فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وابن الأشعث هذا هو الذي خرج على عبد الملك بن مروان، قاتله الحجاج بن يوسف حتى تغلب عليه، وكانت فتنته عظيمة. كان في الأول قائدا للجند تبعا للأمويين، وكان الحجاج هو الذي يرسله لقيادة الجند، وكان محنكا وشجاعا، ثم غرته نفسه أو غره الأشرار فأراد الخروج، فخرج وتبعه بعض العلماء وتبعه، فصارت فتنة عظيمة تسمى فتنة ابن الأشعث.